ايش قصدك؟ يعني امي مو محترمه؟ انا بفهم هذه خروج ايش قالت لك؟ شنو اللي قالته خلتك تخنق وتطيعها بعد؟ هذي رياض ليش طلق خلود ده ويعزها؟ طلقها لان بينهم مشاكل ما تفهمه. هذا الكلام قال لي لما تقدم لي، بس احس ان في شيء ثاني انا ما اعرفه. شو اللي خلى هالافكار البايخه تدور براسك الحين؟ مو معاي، كله سرحان، احس انه حزين. شغل؟ مشاكل الشغل؟ لا مو شغل، الحاجز اللي بيني وبينه خلود. هنود ترى انت خيارك وايد واسع، ما ردك بتعرفين ان كل هذا تهيؤات، وبعدين رياض يحبك ومن خذيتي وهو كتوم غامض، شو الجديد يعني؟ يا رب اطلع غلطانه وانت الصح، اتمنى من كل قلبي. مشاري؟ نعم. امانه في شبكه داخل تين تاخذ العقل، دش شوفها. حبيبتي بلا شبكه بلا ادش، شايفه الاسعار انت؟ انا بروحي من حاش. يعني شبكه شنو تتوقع سعرها؟ اكيد غاليه. هذا انت قلتيها شبكه، يعني حق عروس توها متزوجه، انت ايش تبين داش عرض؟ متزوجه ومعيله. الله، يعني المتزوجه ما لها حد تشتري شيء بخاطرها؟ لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا منعتك؟ روح اشتري، انا ريال ما عندي فلوس، من وين اشتري لك؟ زين اسمعني، اسمعني. ايش رايك تدش تشوفها؟ ويوم عيد ميلادي بيها مفاجأة، شنك ما تدري؟ وشلون تصير مفاجأة إذا أنت مختارتها؟ ما يصير يا حياتي، ترى أنا كنت بشتريها لك بس أنت خربتي كل شيء. الله، يعني السبب الحين المفاجأة مو الفلوس. يا بنت الحلال سمعي الحكي، الهدية لازم تكون شيء ما يخطر على البال، شيء أنت مو متوقعته وأفاجئك فيه. يعني مثل شنو؟ حبيبتي الهدية مو بقيمتها، الهدية برمزيتها، شو المشكلة لو أجيب لك وردة؟ سعودي دودي دودي خدودي. أقول دودي أنت خل عنك كلام الفقارة هذا، والهدية معاني وحكم ورمزيات، يوم عيد ميلادي أبيك تجيب لي شيء سنع. الحين ممكن تتركين عنك هالحكي الفاضي ونروح نتعشى؟ مشاريو لا تقعد تهرب، العقد اللي داخل أبي يوم عيد ميلادي، سامعني؟ يلا. ها جهزتي؟ كاني خالصة. من ولدك هالتنورة؟ أمي شرتها لي من لندن، ولا مو بس هذا، جابت لي صوايغ وايد بعد. هذا اللبس يصلح حق حفلة. إيه وأنا وين رايحة؟ رايحة حفلة عيد ميلاد رفيجتي. إيه بس عيد ميلاد رفيجتك بمطعم. سوت؟ لبسك ما يصلح حق مكان برا. هذا تلبسينه بالبيت، يلا غيري ملابسك، لبسي شيء محترم أوديك. إيش قصدك؟ يعني أمي مو محترمة؟ لا تطالعيني كذي، إيه لأن هي اللي شرتها. أظن أنا وبوك متفقين معاك أن لازم لبسك يكون محتشم ومتناقشين بالموضوع من قبل، صح؟ والله ما حد ترس راس أبوي بهالسوالف غيرك، ولو أبوي كان عادي يرضى كل شيء من دشيتي حياتنا عفستينا، كل شيء لا وكل شيء ممنوع وكل شيء ما يصير. إذا أمي راضية أنت إيش عليك؟ ما في روحة حق العيد ميلاد لين تعلمين تتكلمين وتتناقشين بأدب واحترام. لحظة تعالي. يلا ما كل رفيجاتي بيروحون الحفلة الآن، ليش؟ يبا تقولي عشان ملابسك، ملابسي ما فيهم شيء، أمي خلود اللي جابتهم، يعني ما ألبس على ذوق أمي؟ روحي غرفتك الحين. يبا يعني بروح الحفلة ولا لا؟ أمك هنادي قالت لا، يعني لا، روحي. أكرهها، أكرهها من كل قلبي، يا ريتها تموت وترجع حق أمي خلود ونفتك ونعيش مرتاحين. بس عاد، خلاص. نعم اشوف طالتك تشمخت، مو بكيفها تقرر تروحين حفله ولا ما تروحين. ما ابوي واقف معاها، ما يبي يكسر كلمتها، وانا ابكي واموت من القهر عادي عنده. مو بكيفها، هالهدوم انا شاريتهم وانا راضيه تروحين فيهم الحفله. ترى التنوره انا شاريتها حق شيوخه، زاغ قلبي لما شفتها. واللي يسلمك اذا بتحاسب احد حاسبني انا. وعدل بنيه تطلع كذي قدام الناس وبتروح مطعم بعد؟ ايش دعوة عليك؟ ترى توها صغيرة. خلود تعال شوي بيج. ما يصير نقول لها لبسي كذي، بعدين نقول لها لا، لازم يكون عندنا مبدأ واحد ماشيين عليه من هي صغيرة، عشان لما تكبر يظل معاها. معك حق، بس انا شفت التنوره وزغ قلبي عليها، ما قدرت امسك نفسي، استحليتها على شيوخه.
وانت تدري فيني انا اموت على التسوق خصوصا حق بناتي. يطرح عليك قبل لما ندش السوق اقعد احوس احوس وانت خلت حيلي انهد حيلك معاي. لا وفوق هذا كله شايل تشاسي كلهم ما تبيني اتعب. وفوق هذا كله ما اطلع من السوق الا لما يسكر. شيخه قلت ادبها على هنادي وانا ما ارضى بكذي. طبعا اكيد كلش ولا انها تقل ادبها على اللي اكبر منها عيب. بس ما علي تدري مسكينه متضايقه لانها ما راحت الحفله تبي تستانس مع رفيجاتها. انا قلت اللي عندي شيخه محرومه من الطلع. الحين انا متعانيه وياي لهني يهون عليك انك تردني؟ يصير افهم شو اللي صار؟ سكر الموضوع ما بيتكلم. ما عندك مشكله تقلل من احترامي؟ تكافئها على عصيانها لنا؟ على قله احترامها معاي؟ سكر الموضوع ما بيتكلم قاعد اقول. انا بفهم. هذه خروج ايش قالت لك؟ شنو اللي قالته خلتك تخنق وتطيعها بعد؟ هنادي ما اسمح لك تكلميني بهالاسلوب، لو شنو يصير بيننا ما تكلميني بهالاسلوب. فاهمه؟ نبي ناكل ما نبي نلعب. شنو تبون؟ تبون بيتزا؟ تبين بيتزا انت صح؟ تبين بيتزا؟ انت تحبين البيتزا؟ يلا تعال. سمعوا بنركب انا وحبيبتي خلود لعبه ما حد راح يركبها الا انا وامكم. تدرون ليش؟ لان احنا نحب بعض وايد، نبي نكون يم بعض وايد وما نبي منكم شيء. سمعتوا؟ قال انا وحبيبتي خلود، يعني انتم مالكم شغل، انا وريلي بروحنا بس. زعلوا. يلا نعطيكم ذرة واحنا بنروح اللعبة ونرجع لكم. نطرونا اوكي؟ متحركون. باي. يلا يبا البان كيك. ركز معاي، انا سألتك ليش ما اخذت ليهال معاها؟ ما سألتك ليش زعلانة منك. تبي تنرفزني حبيبتي؟ حسبالها اذا سوت كذي، قاعد بابا قاعد حبيبي بسم الله بسم الله، قاعد حسبالها الحين اذا سوت كذي بطيرانه ويب لها العقد اللي عندها، سهل بيعل. زين ليش حطيت ليهال هنا؟ خلينا ما عندك اليوم. لا لا لحظة، انا عندي دوام فزعه من الصبح، عيالك يسهرون طول الليل ما اقدر عليهم. مو انا المشكلة ما اعرف لهم. شنو ما تعرف لهم؟ مكاينهم يا هال، ما تعودت عليهم. شو اتعود؟ واقويق واقويق، شو فهمني من البكي؟ انا حكي الناس زين افهمها عشان افهم البكي. حسين نامي.